مصر عبر التاريخ ما كانتش بتحتل دول تانية، كان دول كتير تانية كانت بتيجي تحتلنا. احتلتنا وغيرت فينا حاجات، بس ما غيرتناش تماما زي دول تانية اتغير لغتها واتغير ثقافتهم تماما. تخيل مصر قدرت تحتل الامريكتين قبل الاسبان والانجليز ما يوصلوا هناك، وكنا استخدمنا كندا دي على انها التلاجة بتاعت الامبراطورية وعندنا فيها كل اللحوم بتاعتنا. امريكا دي كانت هتبقى غرزة مع الهنود الحمر، وهنعمل شوية مطاعم سبايسي كده موجودة في المكسيك. البرازيل دي هتبقى القهوة اللي لما كل الامم، وهنعمل شوية ديسكوهات وكازونوهات في الارجنتين، وكل ده تحت حكم المليطة المملكة. وكل دولة او اقليم كان هياخد تخصص معين، زي مثلا الحرفيين فيها تخصصات كتيرة جدا، بس هي بالنسبة لمصر هي مجرد عربيات بس. يعني مثلا الصين هي هتبقى الحرفيين بتاعت المملكة وهيتم تصنيع فيها كل حاجة، وكونغ فو هناك هيبقى اسمه تشكيل، ودايما كل الخناقات بتاعت كونغ فو هتشتغل على المهرجانات. في الهند هيبقى موجود مزرعة شاي العرسان، والسبكي هياخد الليسي وسوفنار في نهاية كل فيلم يصوره هناك، وسعد الصغير هيتغير اسمه لسعد خان، وهيبقى معاه 12,000 واحد هندي في الفرقة بتاعته من هناك. والافيال في تايلاند وسريلانكا هتلاقي مكتوب عليها جمل زي يا ناس يا شر كفايه ار، زي اللي بتتكتب عندنا ورا التكاتك مثلا. تخيل كده ساعه بيج بن بتغير وقتها في التوقيت الصيفي، وبرج بيزا المايل بيتهد عشان يتعمل كوردون مباني، وبرج ايفل معمول عليه منشر غسيل، وسور الصين العظيم بقى سوق الجمعه، والمانيا تتحول لجراج عملاق، وواحد تباع على اتوبيس بي ام دبليو بيحمل ناس رايحين سويسرا عشان يروحوا يشتروا البان من فرع الدمياطي اللي موجود في سويسرا، ومنافسه شرسه ما بين كتاكيتو السويسري وما بين الشمعدان النمساوي. وباريس مش هتبقى عاصمه للموضه والعطور، دي هتبقى قماش خور، والبياعين هيبقوا قاعدين على الرصيفة هناك. وبالنسبة لاستراليا هتبقى عاملة زي المحافظات البعيدة، وهناك في شوية عربوية استراليين عمالين يربوه في كونغور عشان يبعوه في العيد الكبير. والخليج هيتحول للبنزينة بتاعت الكوكب، وبرج الخليفة هيتعمل في ميدان عبد المنعم رياض، وهيبقى اسمه برج زهرة اللوتس لصاحبه الحاج خليفة، وهيبقى تحت فيه محلات اي حاجة باتنين جنيه ونص، وهيبقى فوق فيه تكييفات ومناشر وستات معلقة توم، وهيبعتوا يجيبوا موسوعة ام جانس للارقام الخرافية عشان يشوفوا اطول سبر حبل غسيل موجود في المملكة. روسيا بقى لو احتلوها هيلاقوها كبيرة قوي وساقعة قوي على الفاضي، يا دوبك هنجيب فودكا وكافيار ودنا راجعين. والدول الاسكندنافية اللي موجودة في القطب الشمالي هتلاقي الحنية المصرية طالعة لهناك عشان نجيب الريد هيدز ونرجع بيهم عشان نوريهم الحنية المصري عاملة ازاي. ولو عملنا نشاط هناك يا دوبك هيبقى فرارجي بطريق او هيبقى اسماك كلب البحر. افريقيا لو حبينا نتخيل ان احنا احتليناها ممكن نقول ايه، ان هيبقى في عمالة موجودة من كل حتة موجودة في العالم عمالين يشتغلوا خدم وعبيد لافريقيا، وده طبعا عكس الواقع تماما. او ممكن نقول ان هيبقى فيها المتمردين ضد المملكة المصرية. بقية آسيا بقى هيكون فيها معلمين كبار، كل واحد أخد دايرة وهو نائب عنها، وبيتجمعوا كل نهاية شهر في مجلس قيادة العالم عشان يناقشوا الجزر اللي بتتاخد وضع يد، ويبقى اسمها جزيرة الحاج فلان ومجموعة جزر شركة حطامكو للتعمير، وعاملين لجنة عشان يحلوا المشاكل بتاعت السرسجية اللي عمالين يلفوا في العالم يعملوا مشاكل. اللغات كانت هتبوظ خالص، وكان هينتشر الإنجليزي باللهجة الصعيدي والبورسعيدي في كل العالم، وما كناش هنعرف نلمها. الأسباني بلهجة بني سويف كان هيبقى جريمة في حق الوجود الإنساني، وطبعا بالنسبة مركز حكم الكون ده اكيد طبعا المنوفية. يعني العملات بقى كانت هتتغير خالص، وكان كل فترة زمنية هيبقى ليها العملة الخاصة بيها. يعني مثلا هيكون في ين سوداني، دينار استرالي، دولار جيزاوي، استرليني اسماعلاوي. بس كفاية خيال كده، انا خفت والله.